عايز أسأل حضرتك الكواليس، يعني فكرة التحضير وفكرة المنتدى كيف جاءت؟ واحنا كان خلاص المنتدى سيعقد هذا الشهر، حضرتم ازاي يا فندم لهذا المنتدى؟ في الحقيقة من حوالي سنة، من بداية اطلاع مصر بمسؤولية الاتحاد الأفريقي واستخلاص أيضا تجارب الآخرين. طبعا تعلمي أن هناك منتديات مماثلة، لكن معظمها تعقد على مستوى الدول الأوروبية، منتدى ميونخ وغيره من المنتديات اللي بتعقد على مدار أجندة الدولية خلال السنة، ولم يكن هناك منتدى على مستوى القارة الأفريقية يكون له نفس القدر من الاهتمام بالقضايا الأفريقية. وهذا هو المربط الفرس في الاهتمام، بأن يكون هناك ساحة للدول الأفريقية أن تجتمع، أن تتناول قضاياها وقضايا شعوبها في المقام الأول، وأن يكون المصلحة الأفريقية هي التي تعلو في هذا المنتدى. طبعا التحضير اللوجستي والتنظيمي بيتم من خلال أجهزة وزارة الخارجية، وطبعا لنا اهتمام دائم بإشراك أجهزة الدول الأخرى في إطار الموضوعي والتنظيمي للمنتدى. والحمد لله أن الأمور والتحضير يسير بشكل طيب، وإن شاء الله هيشرف المنتدى بإذن الله السيد الرئيس الجمهورية وضيوفه من الرؤساء والزعماء المشاركين. عايز أسأل حضرتك إيه المستهدف؟ يعني زي ما حضرتك ذكرت هناك الكثير من المنتديات والمؤتمرات الهامة حول العالم، دافوس، ميونخ وغيرهم الكثير، ولكن دائما ما يقال أنه ما يحدث بين القادة الاجتماعات هي أهم ما يخرج عن هذه المنتديات، ومش عادة مش التوصيات أو التنفيذ على الأرض للقرارات التي تؤخذ. إيه المستهدف من وراء منتدى أسوان للسلام والتنمية على المستوى الإفريقي؟ والله هو طبعا المأمول أن يكون هناك تركيز أيضا إعلامي على الساحة الأفريقية والساحة الدولية لفعاليات هذا المنتدى، لزيادة الوعي على المستوى العالمي بالتحديات والقضايا المعنية بها القارة الأفريقية وأهمية المشاركة والتعاون سواء داخل القارة الأفريقية فيما بين دولها أو مع شركائها التقليديين خارج نطاق القارة الأفريقية. مشاركة الرؤساء طبعا مهمة جدا، لأنها بتتيح فرصة التشاور فيما بينهم ووضع رؤية مشتركة بتترجم إلى قرارات وإلى توصيات بتتم اعتمادها على مستوى الاتحاد الأفريقي. أيضا الخلاصات التي سوف تسفر عنها، المداولات والنقاشات اللي هتتم خلال المنتدى سوف ترفع إلى الاتحاد الأفريقي، وتبدأ أجهزة الاتحاد أن تعمل عليها لإخراجها في صورة مقررات وقرارات خاضعة وقابلة للتنفيذ فيما بعد. فبالتأكيد أنه المسار لا نستطيع أن نقول أنه نقطة بعينها، وإنما هو مسار متدرج يصل إلى نهايته بضرورة توفر الإرادة السياسية في تنفيذ أي مقررات تصدر أو تصدر فيما بعد من خلال الاتحاد الأفريقي. الهدف هو خدمة الشعوب الأفريقية، وعلى الأجهزة الحكومية أن تسعى إلى ذلك. وهذا المنتدى من أحد الآليات اللي نتصور ونأمل أن تكون مسهمة في ذلك.